رقم ثلاثة، مش عايزة أطول عليكم. عارفين بقى اللي يقول لك إيه؟ يعني إيه؟ أنا مهما أدعي أصلاً عارفة حالي، وعارفة إن أنا مقصرة في جنب الله عز وجل. الله يفتح عليك، يقنط ويبقى عنده يأس من حال، أصلاً أنا مش محجبة، أصلاً أنا بقول، أصلاً أنا مش عارف. مين قال؟ الله عز وجل، بص اسمعوا يا مسلمين، له كل ليلة 1000 عقيق. وحديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، له 1000 عقيق في ليلة القدر، وله عتقاء بالليل والنهار. يعني النهاردة في قبل ما يأذن المغرب في عتقاء، يا رب اجعلنا منهم، قولوا أمين. بحق إن إحنا جايين وقبل وصايمين وشوفوا في ليلة وترية، يعني جزاكم الله خير من جيكم صراحة. أنا قلت لهم أكيد محدش هيجي المحاضرة دي، الناس كلها قلت له محدش جاي، الحمد لله العدد موجود. لكن في عتقاء بالنهار، ايوه، وفي عتقاء بالليل. 1000 عتيق، لان هو كان الاقصى حاجه عند العرب كان 1000، يقول لك 1000 يعني مليون. ما يجيش حد منهم انا، يعني ممكن يقضي، ايوه، ولو جيت متاخر ايوه، مش احسن من ما جيتش؟ طيب بس باقي ايام مش مهم، اصل انا عندي ذنوب كتير مش مشكله، اصل انا ما غفلت وما ختمتش لسه، مش مهم مش مهم. الحق نفسك والحق نفسك، وقول له يا رب انا جايالك، يا رب اقبلني وتوب عليا يا رب، واجعلني من اهل الجنه اللي ربنا بيعتق رقبته. يا اخوات يا ناس يا نساء ويا مسلمين، لو عتق الرقبه مش هيكسرها تاني، لا يمكن. لو ربنا قال عتقته من النار مش هيكسرها تاني، هو الكريم سبحانه. واحنا محتاجين كده. النار مش مش مش, مش حاجه سهله، قعدنا بس يعني لو وصف بس، هما 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لو قلنا سقر، ده سقر دي قنبلة ذرية. يعني ايه قنبلة ذرية؟ شفت اللي جت هيروشيما وناجازاكي كده، هي لا تبقي ولا تذر. سقر وما أدراك ما سقر، يعني ايه لا تبقي ولا تذر؟ يعني لا لحم ولا عظم ولا تبقى موجود، والعياذ بالله. اقول ربنا يعافينا، اللهم امين. والتانية نزاعة للشوى، والتانية ايه؟ جهنم تتجهم الوجوه، كل اسم فيه خرسة. لكن شوفوا النجاة، فمن زحزح زحزح، حتى الكلمة فيها ثقل، مجرد بس ان تتزحزح عن النار وتدخل فقد فاز. اللي بتزحزح بس عن النار، صلى الله العفو والعافية، نجاتنا في ال5 6 أيام الليالي اللي جايين. ادي عندك ليه 25 26 27 ليه 28 29 والله اعلم هيتم ال 30. 5 ليالي، 5 ليالي فيهم جنه، وبكره اقابلكم يوم القيامه عند النبي عليه السلام، قولوا امين. لكم فاكرين لما كنا في معرض تركيا للاسلام للكتاب وقاعدين بنقول وكده، ده احنا دخلنا، قولوا امين يا رب، وليس ذلك عليك بعزيز يا رب، اللهم امين. لكن ان احنا تسيبي نفسك وتسيبي حالك للدنيا، محدش نفعك، لا زوج ولا اولاد. انا بقول لك ولا اب ولا ام، الله عز وجل، الله عز وجل. واللي ملهاش حال مع الله عز وجل خسرانه، اللي ملهاش ركن مع ربنا سبحانه وتعالى تأوي اليه وتدعي خسرانه. ما في حد يا بنتي بيقدر من الاخر، ولا تقول لك اصل زوجي بيحبني، وماله حبيبتي ماله، بقالي كام سنه يا ماما متجوزه؟ عديت ال10، بعد 10 سنين تعالي كلميني، يعني ايه ما تكلموش دلوقتي؟ ولا زوج ولا اب ولا ام ولا الكلام ده، الله عز وجل. ولو احنا في الشهر رمضان ده ما خليكيش حال مع الله وصله بينك وما بين ربنا، خسرنا. وهو قال كده، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. من يا رسول الله؟ من ادرك رمضان ولم يغفر له. لما ينزل سيدنا جبريل عليه السلام يقول له يا محمد اني داع فامني، مين اللي بيقول؟ جبريل امين الوحي. ومين اللي بيقول امين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. من ادرك رمضان ولم يغفر له، دي كارثه.